يمكن النهارده هنتكلم بشكل شويه يعني منظور مختلف عن فلسطين والسيده الفلسطينيه. كان في تقرير حلو قوي منشور في جريده اليوم السابع عن تطور لبس السيدات في فلسطين. الصور اللي هنشوفها معاكم بتظهر قد ايه الشعب ده عنده ذوق تراث اصيل ممتد لسنوات من التاريخ. يعني مثلا سنه 1900 خاصه في مدينه القدس اللبس كان بيتميز باللون الابيض، ابيض ناصع، طبعا كنوع من انواع البهجه والسرور. وطبعا الطقم ده عايزه اقول لكم اقدم من اسرائيل نفسها وبحبه حلوين يعني. بعد كده كان في اهتمام بالمشغولات الذهبيه والفضيه والاكسسوار وخاصه في مدينه نابلس. وبعدين ظهر بعد كده السديري، السديري اللي كان بيحمل اشكال تطريز مختلفه وعريقه. كل حاجه في فلسطين اقدم بكثير وبسنوات يمكن عشرات السنين من المدعو او المدعوه دوله، هي مش دوله، المدعوه اسرائيل. حتى شجر الزيتون اللي موجود هناك اللي بيحاولوا يقلعوه دلوقتي من جذوره اقدم بكثير، بمئات السنين اقدم من اسرائيل. انت عارفه يا بنتي، انت فكرتيني بواقعه لطيفه قوي ما عداش عليها كتير الحقيقه. من حوالي يمكن اسبوعين ثلاثه كده كان في لقاء على احدى القنوات الغربيه ما بين المذيعه هنديه وهو من اللي ما يتسموش، لدرجه علم فلسطين بيوتره، اللي كانت لابسه ساري بالالوان. ايوه برافو عليكي. فبيقول لها، هي البنت هنديه فهي لابسه ساري في الوان اخضر واحمر واسود، الوان علم فلسطين، ممكن تكون ما كانتش تقصد بس كانت في منتهى الذكاء والحكمه في ردها. بيقول لها انت جايه لابسه ساري بتاعك الهندي بالوان علم فلسطين، انت كده بتضايقيني وكده المناقشه دي مش فير، مش عادله. قالت له لا، اولا انا ما قصدتش اعمل ده، بس يعني اذا كنت هتتكلم على الساري ده فانا ورثاه من جدتي، وده ورثته من حوالي فتره قليله، يعني اقدم من عمر الدوله اللي انت جاي بتتكلم بالنيابه عنها. عجبتني قوي الرد ده. انا كايمان انبسطت. والله بص، هو انا مش قصدك، بس لو مقاسك خدها يعني. هي كانت بتقول له كده تحديدا، لو موتراك قوي. بصي بيتوتروا من ايه؟ انت عارفه ان هي كان في يعني كذا حد حلل اللقاء ده، قالوا ان كان في قصد منها، وانا احترمتها اكتر. ذكيه جدا طبعا طبعا، لان هي وقفت للانسانيه، للحق، للتاريخ. التاريخ بيقول ان دي ارض فلسطين. فيها ذكاء وكرييتيف يعني، صحيح. فيها ابداع برضو. صحيح. وكده برضو عارفه عامله زي ايه؟ عارفه زي ما يكون حد خايب قوي فما يملكش القدره على صناعه شيء او مجد او انجاز او اي حاجه، فيبتدي يقول لك ايه، لا يا منى الحاجه اللي عندي، لا ده دي بتاعتي على فكره، على فكره انا كنت جايبها قبل. هو مش ما عندوش بيتي وبيقول بيجي كل حاجه، يقول لك اصل الملوخيه بتاعتنا، اصل مش عارفه ايه بتاعتنا. طب انتوا عملتوا ايه؟ هم يا فندم على راسهم بطحه، واللي على راسه بطحه طول الوقت بيحسس عليها.